بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد نحمده لله ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد وله الملك، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي، خاتم الأنبياء وخير الرسل وأفضل المعلمين والإداريين والمشرفين والموجهين والمربين قاطبة، سيدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. أخواني أخواتي، معنا على البث المباشر وعلى تطبيق الزوم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. أنا اسمي رباب مهدي رشيد، معلمة في معهد ماس. يطيب لي أن أكون مضيفة هذا اللقاء. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون فيه الفائدة للجميع. أخواني أخواتي، هذا هو لقاؤنا 14 الخاص بالأخوات في معهد ماس. واسمحوا لي أخواتي في بدء هذا اللقاء وفي بدء مقالتي أن أتحدث بميم الجماعة لا بنون النسوة. فاليوم عندنا ضيوف قد حلوا أساتذة كرام وأعيان وجهاء وعلماء أجلاء على أرض ماس أو على بعد آلاف الأميال من الأردن الشقيقة. أخواني أخواتي، 13 عاما مضت وانقضت، ها هنا على قسم الأخوات في معهد ماس في شيكاغو. هذا القسم الذي يضم حوالي 100 أخت، ما بين مشرفة وإدارية، معلمة وفنية، وكأنهن خلية نحل دائبة العمل. هن عاملات دؤوبات بالعطاء، مقدمات للخير لا مدبرات، حامدات شاكرات لله، مجددات لنياتهن لا غافلات. تذكر إحداهن الأخرى أننا على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأننا قرآن يمشي على الأرض. وتستمر لقاءاتنا إلى هذا العام، اللقاء 14 الخاص بالأخوات، إلا أن لقاءنا لهذا اليوم وفي هذا العام مختلف تماما عما مضى وعما سلف. اليوم لا طعام ولا شراب ولا تذاكر تباع، ولكن خدمة ذاتية من وراء الشاشات في البيوت. أخواتي أخواتي، انقطع العالم كله أجمع، وأغلقت الأبواب وأغلقت القاعات، إلا أن الله سبحانه وتعالى العليم بنياتنا فتح لنا نوافذ الخير وشق لنا أسقف العطاء سبحانه وتعالى، ليستمر نوره علينا ويضيء دربنا درب الهداية، فنقتبس من نوره لنهتدي ونضيء لمن حولنا فيهتدوا معنا. دعنا الله سبحانه وتعالى أن نكون محققين قول الله، وجعلنا له نورا يمشي في الأرض. أخواني أخواتي، لقاؤنا لهذا اليوم لقاء مميز عن أي لقاء قد سبق. اليوم سنركب الطائرة الافتراضية على خطوط معهد ماس ونربط الأحزمة، وبالقانون الدولي سنضع الماسكات على وجوهنا إلى أرجاء الدنيا في بث حي ومباشر، إلى أستراليا وإلى كندا، إلى تركيا، إلى الخليج العربي، إلى بلاد الشام، وفي كل مكان سيصل صوتنا الآن من شيكاغو إلى أرجاء الدنيا. سنقطع آلاف الأميال من أجل الفائدة والعطاء، من أجل الأجر والخير، من أجل الربح والابتسامة. أخواني أخواتي، خير ما نبدأ به لقاءنا لهذا اليوم قراءة طيبة وتلاوة عطرة مع شيخنا الفاضل محمد عباس إمام مسجد إنديانا، فليتفضل. شكورا، جزاه الله كل خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن
الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. شيخ محمد جزاك الله كل خير. لا فض فوق أخذنا إلى عالم غير العالم الذي نعيش به ونعود بطائرتنا الطائرة الماسية إلى أرض ماس. أعطت من وقتها فما أمسكت، وتكرمت بعطائها فما بخلت. جهودها ملحوظة وأدوارها في المركز معدودة. هي أخت لصديقاتها وأم لطلابها.
ناصحة وحنونة، لينة الطرف حين وحاسمة حين آخر. هي مديرة مركز ماس الأخت إلهام الديسي، فلتتفضل مشكورة غير مأمورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كم أعطى من النعيم، وكم منح من الخير العميم. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة القرآن. ثم الصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحييكم بتحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، حضورنا الكريم، ما أجمل أن يكون القرآن هو موضوع حديثنا. كلام ربي هو رفعة وهداية، خيريته فاقت كل شيء، فهو خير الكلام كلام الله. نزل على خير ملك جبريل عليه السلام، إلى خير رسول محمد عليه السلام، إلى خير أمة. وانطلاقا من تلك الخيرية بدأت مسيرة معهدنا، معهد ماس القرآني، يحمل على أكتافه مهمة تعليم القرآن وتربية النشأ على منهجه، واستلهم من تعاليم الداعية الأول محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامي عليه نبراس الصعود وطريق القمة، حيث أشرقت شمسه منذ 16 عاما، وبفضل الله ما زال صرحا قرآنيا شامخا، ما انطفأ السراج وما جف المداد. ننسج فيه حلل الكرامة ونرصع تيجان الوقار. وبالرغم مما حل بالعالم أجمع من هذا البلاء، والذي أسأله سبحانه أن يرفعه عنا، بقي معهدنا منارة تهدي طريق السالكين، وتنير لهم طريقا بنور هدي كتابه الكريم. تحدينا الصعاب وتجاوزناها، وعملنا جادين لتبقى قافلة الخير القرآنية تحلق في سماء عليائها، لتحظى بمرضات رب العزة والعلا. وبقي المعهد يصدح بالقرآن، تسمع آياته تتلى في كل مكان، عاد للمكان أهله، أهل القرآن ذكورا وإناثا، رجالا ونساء وأطفالا، حتى تجاوز عددهم 300. وليس هذا فحسب، بل خرج المعهد 5 حافظات لكتاب الله، ليصبح عدد حافظة كتاب الله 19 حافظا وحافظة. وظل معهدنا في هذه الظروف الحرجة كذلك قائما بكل دوراته التي تعقد سنويا للنساء، من تجويد وتلاوة وحفظ لكتاب الله، وتفسير وسيرة الرسول عليه السلام، وسيرة الخلفاء الراشدين، وغير ذلك من دورات من خلال التعليم عن بعد. وكان للجنة المناهج التعليمية في المعهد كذلك إصدارات جديدة في التجويد والقيم التربوية، اعتمدت بفضل الله في كثير من المدارس والمؤسسات الإسلامية في عدة ولايات. كذلك كان للمعهد جل اهتمام بمن حملوا العمل على أكتافهم وتحملوا مسؤولية الارتقاء بالمعهد، فهم من وصفهم الحبيب فقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، بأن عقد لهم دورات تطويرية ودورات شرعية لنرتقي معا، حتى يبقى معهدنا متميزا في عطائه. وأخيرا أقول إن المكانة والمنزلة التي جعلها الله جل جلاله وأعدها لأهل القرآن الذين يشتغلون به تلاوة وتدبرا، تعلما وتعليما وعملا، لهي أسمى المنازل، بل أرقى وأعلى وأشرف ما يمكن أن يناله المسلم يرجو بها القرب من الله. فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فطوبى لمن أكرم وأحب أهل القرآن، طوبى لكل من ساهم معنا لإنجاح هذا اللقاء، طوبى لكم أنتم، فحضوركم اليوم معنا دعم وشرف لنا، فأنتم وقود الخير وسر المسيرة، عودتمونا بذلكم، فشكر الله لكم وجزاكم الله عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بجهودك وبكل الكادر كادر الأخوات في ماس. أود أن ألفت نظر الجميع الذين يشاهدون مباشرة على الفيسبوك أخواتي إخواني أن هناك سيخرج الآن على أسفل الشاشة أرقام التليفونات والهواتف والروابط للتبرعات، فأهلا وسهلا بكم. طبعا لدينا فريق كامل وكادر يعمل وراء الكواليس من أجل خدمة كن، يعمل بجهد كبير، فجزاهم الله خير الجزاء. والآن إخواني أخواتي دعونا نقف وقفة إجلال وإكبار لكل من جعلت القرآن العظيم ربيعا لقلبها ونورا لحياتها تمشي به ليضاء لها دربها، حفظته في صدرها وجعلته على جوارحها. رغم صغر أعمارهن وتحديهن للغة القرآن، رغم أنه كان من أحلامهن، لكن عطاء الله سبحانه وتعالى كبير، أثبتن بجدارة فائقة أنهن قد امتلكن أعظم العلوم، علوم القرآن الكريم. فقرتنا الآن مع الأخت المجازة سارة عطار وحافظات من مركز ماس، أترك لها المساحة فلتتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I'm سارة العطار and alhamdulillah I finished memorizing the Quran 4 years ago in Mass's program Quran مشروع حياتي. Alhamdulillah, now I'm excited to introduce to you all our new حافظات, the first of them being Bushra. السلام عليكم بشرى. عليكم السلام. بشرى, can you tell us how the Quran affected your life? What the Quran changed about my life is that it made me so much stronger in life. I would think of what's right and what's wrong, and it made my memory so much stronger too, which is like in studying for school or either reviewing for the Quran, I would remember everything really fast. Also, like, it made me so much closer to Allah, and it strengthened my moral compass, alhamdulillah. Jazakillahu khairan, Bushra. Wa iyyakum. جزاك الله خير أخت سارة وبشرى وردة من وردات مركز ماس. فقرتنا القادمة عن شخصية رجل طموح درس العلوم الشرعية المؤصلة ليصبها بقوالب معاصرة جديدة. قالوا لي عنه أنه صاحب علم غدير وتواضعه مشهود، شخصيته هادئة، يؤمن أن خير الكلام ما قل ودل، يتحدث بالمختصر المفيد ويتماشى بأساليب العصر المعاصر، يتحدث حينا بالمجمل وحينا آخر بالمفصل إذا استدعى الأمر، يلعب الرياضة. وقالوا لي عنه أنه مهاجم ممتاز في لعبة كرة القدم، يهتم بالتربية ويقدمها على بساط أحمدي، دأبه صلاح المجتمع، حاصل على الدكتوراه في الشريعة الإسلامية، عضو رابطة العلماء في الأردن، مجاز بعدة أسانيد وقراءات للقرآن الكريم. الدكتور أبو عمر دكتور أسامة جابر فليتفضل مشكورا، جزاه الله كل خير. جزاكم الله الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أضحكتني فلا بد أنه يعني غيرت الجو العام لهذه الكلمة، فأسعدك الله وأكرمك وأقر عيونك بأولادك وطلابك وطالباتك إن شاء الله جميعا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وقائدي وقدوتي وحبيبي وقرة عيني رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الكرام، كراما وكريمات، إخوة وأخوات، يا أهل القرآن، حياكم الله جميعا في هذه الدقائق الطيبة المباركة التي نرابط فيها ولو من وراء الشاشات عند ثغر القرآن الكريم، يدا بيد مع معهد ماس القرآني، هذا المعهد المبارك الذي يخطو سنيه وسني عمره إن شاء الله حتى 100 بإذن الله سبحانه وتعالى وأكثر من ذلك حتى نرى غرسه المبارك. حقيقة ما يستحضرني في هذه اللحظات سؤال ربما يجب أن يسأله كل واحد منا، سواء الذين أمام الكاميرات أم خلف الكاميرات، سواء كانوا أمام الشاشات أو في أي مكان يسمعوننا على الهواتف أم على شاشات التلفاز أم على غيرها. السؤال هو على أي نية نلتقي ونجتمع في هذه اللحظات؟ أنا أعرف أننا نلتقي لقاء جمع التبرعات لصالح معهد ماس، هذا مفهوم معروف، هذا عنوان اللقاء. السؤال ما هي نيتنا في هذا اللقاء؟ الإمام أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، هذا العالم الكبير من خيار التابعين، شيخ عاصم ابن أبي النجود، وعاصم هو شيخ حفص رضي الله عنه، هؤلاء الثلة المباركة الذين غالب أهل القرآن ينتسبون إليهم نسبا قرآنيا
أبو عبد الرحمن السلمي جلس في مسجده 40 عاما يعلم القرآن الكريم. حين سئل ما الذي أجلسك مجلسك هذا؟ ما الذي أقعدك كل هذا؟ ما الذي أطال نفسك وأعطاك الهمة والقوة لتسلك سبيلا 40 عاما؟ فكثير من الناس إن طال الطريق يمل ويتعب ويريد أن يرتاح ويغير وينوع. 40 عاما يا أبا عبد الرحمن، ما الذي أجلسك هذا المجلس؟ فقال: أجلسني مجلسي هذا 40 عاما قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إنني أدعو نفسي وأخواتي وإخواني أمام الشاشات وخلفها، أمام الكاميرات وخلفها، أن نجدد النية في هذا اللقاء الطيب المبارك، أننا نبحث لأنفسنا عن مكان تحت مظلة خيركم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالآن كل الحاضرين هو إما ممن علم أو يريد أن يتعلم، سواء يتعلم بنفسه أو بأولاده كوسيط، سواء يعلم بذاته أم بماله، فكلنا نبحث لأنفسنا عن مساحة. هذه نية أدعو نفسي وإخواني وأخواتي أن نبحث لنا ولكم عن مكان تحت مظلة خيركم، وهي مظلة واسعة، وخير القرآن عميم، والخيرية هذه منزلة عظيمة، نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وإياكم إياها. حسب ما أرى على الشاشات معنا قرابة 110 من الحاضرين، بدنا إياهم 1000. هذا يا كرام باب خير، ومن دل على الخير كفاعله. فأنا أتمنى عليكم، بدنا الآن فقط 100 شير حتى يصل صوت ماس إلى كوكب الأرض كاملا. إن ضاقت علينا الأرض بكورونا، فالله عز وجل فتح للقرآن وأهله الفيسبوك وزوم وبيوت الصالحين وهواتف الخيرين حتى يصل صوت ماس إلى أقصى الأرض. نجتمع وإياكم في هذه الأمسية المباركة، في هذا اليوم المبارك، حتى نكون وإياكم من خير الناس، ونكون أيضا من أولئك الثلة المباركة الذين أخبرنا القرآن العظيم عنهم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. اسمعوا بالله عليكم ما أجمل ما وصف القرآن أهل الإيمان وسند محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه. والشطأ هي الفروع التي تخرج من الشجرة. ماذا تفعل هذه الفروع؟ تسند الشجرة وتقويها فيستغلظ فيستوي على سوقه. ماس شجرة خير وشجرة إيمان وشجرة تقوى، فروعها وشطؤها أنتم وأولادكم. أولادكم يتعلمون القرآن، وأموالكم تحفظ وتدعم هذه المؤسسة الطيبة المباركة. لماذا؟ لنصل إلى أي مرحلة؟ لنصل لهدفين أساسيين: يعجب الزراع، نحن الزارعين أيها الكرام الذين يغرسون بأموالهم وصدقاتهم وأولادهم الخير والإيمان، ليغيظ بهم الكفار، لتصبح ماس نموذجا قرآنيا في هذه الديار وهذه البلاد، تفرح قلوب المؤمنين وتخيب ظن الخائبين. تعالوا بنا وإياكم نبحث لأنفسنا عن مساحة في هذه الليلة الطيبة المباركة، فلا يفوتنا الخير فيها، إما مشاهدة وإما تبرعا، أو على أقل تقدير نستمع لكلمة خير علها تشعل حماسة الإيمان والإقبال على القرآن العظيم. لماذا؟ لعل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من خير الناس. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إليه ثم نعود وإياكم لنستكمل ما بدأناه من هذا الكلام إن شاء الله. السنة الدراسية لعام 2020 بدأت، وقد امتلأت الصفوف بحلقات القرآن الكريم وعلومه من تلاوة وتجويد، إتقان وتحفيظ، وبمختلف المستويات والفئات والأعمار، الصغار والكبار، ذكورا وإناثا. وفي شهر آذار، وبينما خيم الصمت والسكون على العالم بأكمله،
بسبب بلاء كورونا الذي انتشر انتشار النار في الهشيم، جدد معهد القرآن سياسته وخط معها خططا استثنائية التزم من خلالها بتعليمات إغلاق المعهد حفاظا على الصحة العامة وحرصا على سلامة الطلاب والمعلمين والمشرفين. ولكن وفي نفس الوقت أصرت إدارة المعهد القرآني ومشرفوه ومعلموه وبعزيمة ومحبة وتفان ودون ما تردد على الاستمرار في نشاطها لتحقيق أهدافها بتعليم القرآن الكريم عن بعد وباستخدام تطبيقات متنوعة مثل برنامج زوم وغيره. فأشرقت حلقات زوم بالقرآن الكريم من جديد، وبصبر وجهد مع أنفاس طيبة يرافقها ألق وسعادة على وجوه المشرفين والمعلمين والطلاب، حيث تم تخصيص لقاء فردي يتعاهد فيه المعلم الطالب فيستمع ويصحح، يشرح ويوجه بجد وصبر وإتقان. كما عقد معهد القرآن الكريم ماس العزم مستعينا بالله سبحانه وتعالى ألا ينثني أبدا، فبدأ بعزيمة وصبر وأمل، بمسؤولية وإيجابية، بتخطيط وانتظام، وبإنفاق وكرم، فقام بفتح باب التسجيل لحلقات القرآن الكريم وعلومه، منتهجا جميع الوسائل المتاحة بالتدريس عن بعد أو داخل الغرف الصفية مع الالتزام بالشروط الصحية والالتزامات الوقائية حفاظا على صحة وسلامة الجميع. والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. والله يعلم ويشهد سبحانه وتعالى هذا الجهد المبذول من مجتمعنا المسلم هنا في شيكاغو من معهدنا معهد ماس، حتى يخرج لنا جيلا قرآنيا يكون زرعا مباركا وغراسا مثمرة طيبة ثابتة على الحق قائمة على تعاليم دينها مهتدية بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. ولقد تكلل هذا الجهد وهذا الارتقاء ومع نهاية هذا العام بإتمام 5 طالبات من معهد القرآن لحفظ كامل للقرآن الكريم، ولله الفضل والمنة. والله نسأل أن يجعل لهذا الجيل القرآني نورا يمشون به في الأرض، وأن ينالوا في الأخرى مراتب قد علت وتزينت في جنة الرحمن، وأن يبارك في ماس وفي معهد القرآن. أما رسالتنا لكم فهيا ادخلوا جنتنا الجميلة وابدأوا معنا بحفظ كتاب الله ومدارسته، واعلموا أن حافظ الذكر يحفظ الله سبحانه وتعالى قلبه. ولئن هنا ضاقت بنا أوطاننا فلأنت يا معهدنا حقا أجمل الأوطان، فيك انشغلنا بالتلاوة والهدى ويحفنا فيض من الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. هذه ثمار العام الماضي أيها الكرام، كما ترونها ورأيتموها بأعينكم. هذه رسالة أبعث بها إلى الذين تبرعوا في العام الماضي في مثل هذا التوقيت لمعهد ماس. هذه ثماركم أو ذا غرسكم قد أثمر وأينع، فبورك لكم غرسكم وطاب مسعاكم وبوركت همتكم. هذا القرآن حين يصبح غاية من الغايات لأهل القرآن تتغير الوسائل، تأتي ظروف، تحديات، إشكالات، مشاكل، يأتي كورونا وربما يأتي غير الكورونا. أصحاب الهمة العالية والنية الطيبة والهدف الواضح ينطلقون لتحقيق أهدافهم، لا يعوقهم عائق بإذن الله سبحانه وتعالى، بالتأكيد بعون المؤمنين والصادقين. أرأيتم أيها الكرام مشهد هطول المطر كيف تبدأ قطرة ثم قطرة ثم قطرة ثم ينهمر بعد ذلك؟ الحمد لله بدأ الخير ينهمر على رحاب معهد ماس القرآن، وبدأ تصلنا قوائم أسماء طيبة مباركة بتبرعاتهم الطيبة الزاكية. أريد أن أؤكد، تعالوا نكثف من الشير على هذا الفيديو حتى يصل إن شاء الله الخير لنا جميعا ولكل أحبابنا، فالدال على الخير كفاعله. وصلتني بعض الأسماء لكرام بادروا بالخير ليسهموا في استمرار هذه المسيرة الطيبة المباركة، مسيرة ماس. أذكر بعض الأسماء لعلنا نرفع همم الجميع إن شاء الله للدخول في هذا السباق القرآني المبارك نحو استمرار مسيرة القرآن الكريم في هذا المعهد
المبارك. من الأسماء التي بين يدي الأخت فداء الزين، تبرعت $1,000 ما شاء الله، فجزاه الله كل الخير. الأخت غنوة مارتيني أيضا مبلغ مماثل $1,000 لصالح معهد ماس، جزاك الله خيرا وبارك في سعيك وجهدك. هناك الأخ محمد جبارة كذلك $1,000 لصالح معهد ماس، بارك الله بك وفي مالك وأولادك وعيالك إن شاء الله. هناك الأخت عايدة حمود والأخت هالة عرمان والأخت نداء تباخي، كل واحدة منهم قدمت $500، جزاكم الله خيرات وأنعم عليكم باليمن والخير دوما. هنالك عائلة شمة، هذه العائلة المباركة قدموا مجتمعين أيضا $500. هناك الأخ سعيد أبو حسنة والأخت فاطمة مصلح والأستاذ فؤاد باشا راحيل، قدم كل واحد منهم $300 لصالح معهد ماس، جزاكم الله الخيرات أجمعين. الأخت أحلام القضماني وزوجها وحضانة بيرد ليتل قدموا $250، جزاهم الله خيرا واللهم أعطي منفقا خلفا يا رب العالمين. الأخت خلود جبالي والدكتورة فاطمة والأخت علا عابد قدم كل واحد منهم $200، هذا الخير بدأ ينهمر، فطوبى لمن انطلق قطار سعيه وجهده ليكون تحت مظلة خيركم إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخ أو الأخت إشراف عمر $150، ومثلها الأخت أمل عصفور ومثلها الأخت علياء محمد، ربي بارك لهن ولأزواجهن ولأولادهن ولكل من قدم إن شاء الله. هناك شركة أولويز جرين والأخ أبو صلاح بلوط والأخ أحمد حمد قدم كل واحد منهم $100. سنذكر الأرقام الصغيرة والكبيرة لأنه كله خير وكل إن شاء الله مطر يتجمع ليصبح نهرا يرفد هذا المعهد المبارك بالطاقة التي تعينه للاستمرار والتطور إن شاء الله. الأخ أحمد معيطة $50، وكذا الأخت أسماء أم أمين، وكذا الأخ محمد الشعيبي $50، والأخت إيات أبروب $50، الأخت آية والأخت إيمان عفيفي أيضا $50. الخير ينهمر، فبادروا أيها الكرام، هذه مساحة ساعة ساعة ونصف ستنتهي ثم سيكتب سعيكم بإذن الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن يكتب في هذه الأيام الطيبة في أعلى عليين وأن تكتبوا من أهل القرآن وخاصته الذين إما حفظوا أو علموا أو تعلموا أو ساندوا بأموالهم من يقوم بهذا الواجب العظيم وهذه الثغرة الكبيرة في هذا المجتمع الطيب في هذه الديار. هناك عندنا الأخت نادية جابر $1,000، الأخت رايا زيتاوي $1,000، ربي بارك لهن وأكرمهن يا رب العالمين. الأخت ريم جندلي أيضا $1,000 ما شاء الله. عندنا الأخت منال علي والأخت ياسين أو الأخ ياسين العبد $400 لكل واحد منهم ما شاء الله تبارك الله، بارك الله عز وجل في أموالهم وصحتهم وعافيتهم. أيها الإخوة، في جائحة كورونا تعطلت كثير من الأعمال والمشاريع، لكن أخرى استطاعت أن تعيد ترتيب بيتها وتنطلق وتستمر، وكذلك معهد ماس، ورأيتم الآن بعض هذه الثمار الطيبة المباركة التي قام عليها معلمون ومعلمات، إداريون وإداريات، هؤلاء بحاجة حقيقة أن نقف اليوم معهم صفا واحدا ندعم ونسندهم حتى يستمر إن شاء الله هذا الجهد المبارك، وتعود إن شاء الله الأيام الطيبة التي كنتم تلتقون فيها في معهد ماس جميعا بلا حواجز وبلا فوارق وبلا مساحات، فيستمر الخير بسعيكم إن شاء الله يستمر هذا الخير. هنا أسماء جديدة، عندنا ميادة بكر $300 ما شاء الله تبارك الله جزاك الله خيرا. عندنا خالد محمد $250، الأخت فداء إبراهيم، ماجدة عرمان، الأخت ميادة والأخت نبيلة رازق وابنتها سهيرة، كلهم واحد قدم $250. يا رب بارك في هذا العطاء الطيب المبارك، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يقوي عزم هؤلاء جميعا. منعود منقول شير في هذا الفيديو لعل أحدا في أقصى هذه الأرض
يصل إليه صوت ماس فيساهم ولو بدولار واحد، فيكون لكم مثل ما تصدق من الأجر إن شاء الله سبحانه وتعالى. دائما نتساءل أيها الإخوة، لماذا نحن في هذه اللحظات لسنا مشغولين بالطعام أو بالشراب أو بمتابعة شيء آخر؟ لماذا اختارنا الله سبحانه وتعالى دونا عن كثيرين لنتابع الآن؟ إحنا الآن 118 على البث المباشر، لماذا نحن 118 دون عن غيرنا؟ لعل الله سبحانه وتعالى اختارنا أن نكون سببا في نشر الخير أو المساهمة فيه، فلا تفوتوا فرصة أتاحها الله عز وجل لنا ولكم فتسهموا في نشر الخير أو في دعم هذا الخير بشكل مباشر وفي كل خير. يعني سواء كان دعمنا بالشير والكلمة الطيبة والدعاء لله عز وجل أن يتقبل هذا الجهد، أو كان سعينا بإرسال أولادنا لماس، أو كان سعينا بالتصدق والصدقات لهذا المعهد المبارك، هذا كله خير. فأسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وإياكم أن نسهم ولو بسهم واحد. طبعا هناك أناس طماعين في الخير، بده أولاده يجوا على ماس فيتعلموا وهو أيضا يتعلم ويسهم أيضا بماله، وبده ينشر الفيديوهات، فطوبى لمن اجتهد ولكل مجتهد نصيب إن شاء الله سبحانه وتعالى. أذكر من الأسماء التي وصلتني نادية حنون 200 دولار جزاها الله خيرا. عندنا أسماء أو أرقام بسيطة لكنها والله عظيمة، وما زال الخير يتجمع حتى يصبح أنهارا وبحارا بإذن الله. ياسمين رمان 10 دولارات، أحسنت يا ياسمين وبارك الله عز وجل في هذا القليل الذي يكثره الخير الباقي إن شاء الله سبحانه وتعالى. نديم الزين أو الزبن أيضا 10 دولار. نجلاء الإسكنديني تقدم 10 دولار. نادين المبيضين أيضا 10 دولار. ومنى تمر أيضا 10 دولار. فلا نستقل خيرا كان قليلا أم كثيرا فإنه يتجمع ويعين بإذن الله سبحانه وتعالى. حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما قال: سبق درهم ألف درهم أو ربما 100,000 درهم. فاللهم لا تحرمنا فضلك وأن تعيننا وترفع همتنا نحو خير فتح بابه لنا في هذه الساعة المباركة. فأسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا وإياكم هذا الخير إن شاء الله سبحانه وتعالى. لعلنا نعود إلى الأخت الكريمة جزاك من فقرات هذا اللقاء، ونعود إن شاء الله، لنا عود فأعد العدة للعودة إن شاء الله. جزاك الله كل خير دكتور أسامة، جهد كثير طيب، نرى الفيديو لمعهد ماس وكلمات رائعة حقيقة رفعت المعنويات معنا مع دكتور أسامة، جزاك الله كل خير واجعله في ميزان حسناتك. وحقيقة مثل ما حكى دكتور أسامة 10 دولارات أو 5 دولارات أخواتي هي عند الله شيء العظيم. خلونا وياكم نروح لراحة ولفاصل إعلاني. بدأنا في البدء هذا اللقاء مع تلاوة طيبة عطرة مع الشيخ محمد عباس، وأعود إليه لأسلمه المايك حتى ينشد لنا بإنشاد طيب للقرآن الكريم، وها هنا معنا، تفضل شيخنا. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا. طوبى 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 لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا. الله أكبر، يا لها من نعمة لما يقال اقرأ فرتل وارتقى. وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فبه الفؤاد تعلقا. وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترق رقا. هذه صفات الحافظين كتابه حقا، فكن بصفاتهم متخلقا. يا أمتي، القرآن حبل نجاتنا
فتمسكي بعراه كي لا نغرقا، ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا، ولتجعليه محكما في أمرنا، وثقي بوعد الله أن يتحقق. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، أبدا لا يعلوه كتاب، أبدا لا يمحوه سراب، أبدا لا يعلوه كتاب، أبدا لا يمحوه سراب، أنزله رب وهاب، رب تواب رحمن. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، لا تهجر أبدا قرآنك، تطرد يا ولدي شيطانك، لا تهجر أبدا قرآنك، تطرد يا ولدي شيطانك، واجعله دوما بستانك، وانعم في هذا البستان. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان. طيب الأنفاس شيخ محمد عباس، كالعادة بتاخذنا بالطيارة وبترجعنا إلى أرض ماس. أطلب من الجميع الآن ربط الأحزمة، فسننزل في محطة رئيسية للقائنا لهذا اليوم مع أستاذ جامعي خلع عن نفسه تقاليد الأستاذة بينه وبين طلابه، ليكون الأستاذ الصديق للأستاذ العاقد الحاجبين، يفتخر بطلابه ويعلن عن هذا علانية. أين محل ترك بصمته البيضاء؟ حضرت له في العام الماضي عدة لقاءات هنا في شيكاغو، فكان أسلوبه مميز، يحث على العلم وعلى التعلم، بل وعلى أكثر من ذلك، فيدعو إلى التدبر بعقلك أنت وخارجا عن الصندوق، وكأنني أسمع بين كلماته أن يخرج عن المألوف. حينما تسمعه تجده مستشارا اجتماعيا يرفع الهمم، ومحامي في مجتمع من الدرجة الأولى، ليس لكم وإنما لأبنائكم، إيجابي في حياته، يدعو إلى الفعل الطيب ويبتعد عن سواه، يعترف لأصحاب الفضل بالفضل، فيجلس أمام والده ويقول له: كلما تقدمت بالعمر احتجت إليك يا والدي. قرأت على صفحته الفيسبوكية فوجدته مدافعا عن المرأة، ودليلي على هذا آخر منشور كتبه اليوم: أدعوكم لأن تفتحوا صفحة الدكتور سليمان دقور لتقرأوا ماذا كتب في منشوره لهذا اليوم. موعدنا الآن مع الأستاذ الجامعي من جامعة الأردن دكتور أسامة دقور، محاضر وداعية إسلامي اهتم في القرآن وتفاسيرها، فحصل
على الماجستير والدكتوراه بالقرآن والتفسير. شارك في عدة مؤتمرات دولية، له بحوث ومؤلفات مطبوعة وغير مطبوعة. هو عضو في إدارة جمعية محافظة على القرآن الكريم وأمين سر عامها، عضو مجلس إدارة الرابطة، رابطة العلماء، هو زميل للشيخ أسامة جابر، رئيس لجنة إعجاز القرآن الكريم في جمعية المحافظة على القرآن الكريم، وله مناصب عدة. أترك منبري هذا وننزل معا إلى محطتنا في الأردن في عمان مع دكتور الأستاذ أسامة دقور، فليتفضل مشكورا. جزاه الله كل خير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. واسمحوا لي أيها الإخوة والأخوات الكرام والكلمات أن أبدأ أولا بالشكر، فإنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فالشكر والتقدير لكل الإخوة والأخوات القائمين على هذا اليوم الخيري وهذه الساعات الطيبات المباركات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك في ميزان حسنات الجميع. وأنا ثانيا سعيد جدا أن يكون لي هذا اللقاء مع إخوة وأخوات أفاضل وفضليات، لعلني التقيت ببعضهم في بعض المواسم التي أحب أن أسميها بالمواسم القرآنية. ودعونا نحرص على أن نسميها بالمواسم القرآنية، لأنكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ستحتاجون أن تصطحبوا معكم كل مواقفكم في الحياة الدنيا. عندما نقبل على الله سبحانه وتعالى سنبدأ نتذكر كل اللحظات الرائعة واللحظات الطيبة المباركة التي عشناها في الدنيا. صحبة القرآن الكريم والحياة مع القرآن الكريم من أجمل الصحبات ومن أجمل ألوان الحياة التي نتلون بها ونعيش بها. فأنا والله سعيد بهذه اللقاءات وسعيد بهذه المواقف التي تجمعنا إن شاء الله تعالى على الخير وعلى حب الخير وعلى حب القرآن الكريم. وأنا أعتقد يعني من البداية قبل أن أبدأ بكلامي ويعني رسائل سريعة أوصلها إن شاء الله تعالى، أنا أعلم يا إخوة ويا أخوات أن مثل هذه المواقف ومثل هذه الساعات العمل فيها يغني عن الكلام. اليوم مش دور إن نتكلم، يعني إحنا بنمضي سنة كاملة ونحن نتكلم مواعظ ودروس وإرشادات وتوجيهات. اليوم يوم رباني، اليوم نفحة من نفحات الله، اليوم نعيش مع القرآن الكريم، اليوم نحيا مع القرآن الكريم. لكن تعالوا خلينا نعيش مع القرآن ونحيا مع القرآن الكريم بمعنى جديد وقيمة جديدة إن شاء الله تعالى في حياتنا. وأسأل أول سؤال، ما الذي جمع بيننا؟ ما هي الرحم يا إخوة ويا أخوات؟ ما هي الرحم الواصلة بيننا نحن الآن؟ هل هناك رحم دموي؟ هل هناك رحم عرقي؟ هل هناك رحم من حيث الجغرافيا؟ أبدا، ليس بيننا إلا رحم واحد. وأنعم وأكرم بهذا الرحم، إنه رحم القرآن الكريم. وما أجمل يا إخوة ويا أخوات أن يكون الجامع بيننا الذي هو رحم القرآن الكريم، أن يكون هذا في حقيقته هو كلام الله سبحانه وتعالى. ما أجمل هذه اللحظات التي نحياها ونعيشها مع القرآن الكريم. لكن ما ينبغي أن نفهمه ونحن نعيش يا أحبابنا مع القرآن الكريم، أن المسألة ليست شعارات نرفعها ولا مجرد كلمات نطلقها ولا أماني نرددها، ولكن الحياة مع القرآن الكريم ينبغي أن تكون حياة عملية معطاءة صادقة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا عندما نقرأ يا أحبابنا يا إخوة يا أخوات يا أهل القرآن يا أهل همة القرآن الكريم، وأنا والله أحب أن تكون كل مواسمنا التي نحياها مع القرآن الكريم
بهذا المعنى ومثل هذا اليوم الذي نحن فيه أن نسميه بالهمة القرآنية، يوم الهمة القرآنية. اليوم نري ربنا سبحانه وتعالى منا ما يسره سبحانه، اليوم نري ربنا منا ما يرضيه، اليوم نري ربنا ونشهد الملائكة ونشهد خلقه ونشهد العالم أجمع على أننا فعلا نحن أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته كما قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الحياة مع القرآن الكريم كما قلت ليست مجرد شعارات. علماؤنا عندما كانوا يتكلمون عن واجباتنا تجاه القرآن الكريم كانوا يتكلمون في واجبات لو أن أحدا منا يا إخوة عرض نفسه عليها قد يقول حققت كثيرا من هذه الواجبات. فإذا كان مطلوب أن نحقق مع القرآن واجب تلاوته والاستماع إليه فلعل كل واحد منا يقول الحمد لله والله أنا أستمع إلى القرآن وأقرأ القرآن الكريم. وإذا تكلم بعضنا عن واجب حفظ القرآن الكريم فقد يقول قائل منا الحمد لله والله أنا حفظت شيئا من القرآن الكريم وأنا أريد أن أحفظ القرآن الكريم. وإذا تكلم أحدنا عن واجب فهم القرآن الكريم وتفسير القرآن الكريم يقول لك الحمد لله أنا حققت شيئا من هذا الواجب. وإذا تكلمنا عن واجب العمل بالقرآن الكريم وتطبيق القرآن في حياتنا يقول واحد منا الحمد لله أنا أيضا لعلني حققت شيئا كثيرا من أخلاق القرآن وقيم القرآن في حياتي، الدعوة إلى القرآن، الدفاع عن القرآن، واجبات حققناها. لكن أنا سأفاجئكم يا أحبابي يا إخوة يا أخوان كما أفاجئ نفسي دائما في كل هذه المعاني وأقول هناك مساحات وفراغات في علاقتنا مع القرآن الكريم قد لا ننتبه إليها، وإذا فعلا لم نحققها نبقى دائما مقصرين. صحيح قد أكون أنا أقرأ القرآن الكريم لكن بدي أسألكم جميعا كل واحد منا الآن يا إخوة يا إخواتي فكر في نفسك، أنت نفسك بتعرف تقرأ القرآن الكريم وبتستمع للقرآن الكريم، أنا بدي أسألك قديش في واحد حواليك من اللي أنت بتعرفهم وبينك وبينهم علاقة محروم أن يقرأ القرآن الكريم ومحروم من أن يستمع إلى القرآن الكريم؟ مو بسبب نفسه، لا لا لا، أحيانا لأنه ما في أحد يتعاهده، ما في مكان يحيطه ويحتضنه حتى يتعلم القرآن الكريم. واحد يقول لك أنا حققت في نفسي واجب حفظ القرآن الكريم، طب ممتاز، كيفاش تحفظ من القرآن؟ يقول لك والله أنا حفظت من فضل الله عز وجل، حافظ جزء عامة وحافظ سورة البقرة وحافظ سورة الكهف وحافظ. يمكن واحد يقول لك أنا حافظ القرآن الكريم. بدي أسألك اللي حواليك، طلع في اللي حواليك، إخوانك، خواتك، أحبابك، معارفك، قديش في واحد محروم أن يحفظ القرآن الكريم؟ طب قيس على نفس الواجبات، بيقول لي والله أنا فهمت القرآن الكريم وفهمان وقرأت في تفسيره والحمد لله عندي تفسير مبسط لمعاني الكلمات. السؤال نفسه واجه نفسك فيه، كم من الذين هم حولك قد لا يكونوا حصلوا هذه النعمة التي أنت حصلتها وهذا الخير الذي حصلته؟ ذلك في مسألة الدفاع عن القرآن، الدعوة إلى القرآن. أكبر واجب أن ندعو الناس إلى القرآن، أن ندعوهم إلى حفظ القرآن، إلى تعلم القرآن، تعليم القرآن، قيم القرآن. يا إخوة لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم، شوفوا هذه خيرية مطلقة لم يدعها النبي صلى الله عليه وسلم في شيء إلا في هذا الشأن. يعني في هناك خيريات مخصوصة، خيريات الإنسان لأهله، خيريات الإنسان في الصلاة، خيريات الإنسان في الصيام، لكن الخيرية المطلقة لم يخص بها النبي صلى الله عليه وسلم أحدا إلا بشأن القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طب اليوم إحنا مش جايين مشان الهمة القرآنية، مش جايين مشان القرآن الكريم. يمكن أنا حققت الشرط الأول في العلاقة مع القرآن، فاستمسك بالذي أوحي إليك. أنا مستمسك، أنا وياك، أنت كل تسمعوني يمكن يقول أنا مستمسك بأمر الله عز وجل حفظا قراءة تلاوة ترتيلا. لكن السؤال أين المستوى الثاني في قول الله سبحانه وتعالى والذين يمسكون بالكتاب؟ قديش مسكت أحد غيرك بالقرآن الكريم؟
سؤال، بس جاوب عليه بنفسك. انت اخي الكريم، انت اختي الكريمه، قديش في واحد مسكته بايه من القران الكريم؟ قديش في واحد مسكته بسوره من القران الكريم؟ يمكن واحد يقول لي كيف يعني نمسك غيرنا؟ يعني انت جذبته لانه يقرا ايه، انت جذبته لان يستمع الى ايه، انت جذبته لان يحفظ ايه، انت جذبته لان يفهم ايه، انت جذبته لان يطبق معنى من معاني الايه في حياته، انت جذبته لان يوصل قيمه من قيم الايات الى غيره. شوف هاي المستويات، اسال نفس السؤال. مش هقول لك سور القران، ولا هقول لك 114 سوره، ولا اقول لك 6236 ايه، مش هقول لك القران كله، مش هقول لك حياتك كلها. الان احنا جايين في هذا اليوم، في هالساعتين الثلاثه اللي حنجلسهم مع بعض، نجلس هالساعات مع بعض في يوم الهمه القرانيه، في يوم الخير القراني، في هذا الموسم الطيب الايماني. معقول اني انا اطلع منه وما يكون لي نصيب في اني امسك غيري فيه؟ خيركم من تعلم القران وعلمهم. مستويين اثنين، انا بدي اتعلم القران، يمكن اللي بيستمعونا الان هم نفسهم بحاجه انهم يتعلموا، وما حد بيقول انا خلاص تعلمت وختمت، لسه في مزيد. خيركم من تعلم القران وعلمه. كيف اعلمه للاخرين؟ يمكن مش بايدي. ياما في ناس والله يا اخوه عندنا في مراكز العمل القراني يجي يقول يا اخي انا والله ما عندي القدره اني انا اعلم شبابنا، ما عندي القدره اني انا انقذ شبابنا واجيالنا من الضياع، من سيطره الشهوات عليهم وسيطره الشبهات على عقولهم، انا مو قادر. لكن يا عمي انا هذولا 500 دينار مني انا بدي اساعد في تعليم القران الكريم. نقول له شكرا على الراس وعلى العين، جهدك مقدر عند الله سبحانه وتعالى. اخر يجي يقول لك والله انا عندي هذه الشقه الصغيره، انا ما عندي شيء اقدمه الى هالشقه. يا اخي بتقدروا تستفيدوا منها في خدمه القران الكريم؟ واحد يجي يقول والله انا عندي هذه قطعه الارض. واحد مره والله اجانا يا جماعه شيء عجيب جدا، بيقول يا اخي انا هذه سياره عندي وانا والله لا املك غير هذه السياره، وانا استطيع اني ادبر حالي ونفسي في المواصلات، ممكن تقبلوها مني تكون خدمه للاساتذه اللي بيعلموا القران الكريم؟ ولهذا يا اخوه يا اخوات، انا لا اريد الان ان ادخل على البرنامج واقتحم الخطوات اللي اكيد منسق لها الاخ اسامه وغيره من الاخوه والاخوات، لكن انا احببت فقط في هذه الدقائق الاولى، ولعله لي رجعه معكم ان شاء الله تعالى في هذه الليله، احببت فقط اقول لكم قديش انه نحن نقدر تكون علاقتنا مع القران الكريم علاقه صله دائما، وعلاقه تواصل، وعلاقه نور ان شاء الله تعالى. يعني انا عجبني جدا 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 هذا الشعار اللي اليوم حملتنا من خلاله في سوره الانعام، في قول الله عز وجل: ومن كان ميتا فاحييناه. في مقارنه بين الميت والحي؟ والله ما في مقارنه. ومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والتعبير دقيق جدا، نورا يمشي به في الناس. يمكن يكون لك نور انت تمشي فيه بين الناس، صحيح، لكن انا دائما بقول هذه الايه عجيبه جدا، تطلب منا ان نوصل هذا النور الى الناس، ندخله الى قلوبهم، ندخله الى حياتهم، ندخله الى سلوكهم، ندخله الى علاقاتهم مع بعضهم البعض. جربت انك تعيش نور القران الكريم في علاقتك مع زوجتك؟ جربتي انك تعيشي نور القران الكريم في علاقتك مع زوجك؟ جربنا ان نعيش نور القران الكريم في علاقتنا مع بعضنا البعض، مع ابنائنا، مع اولادنا، نستخدم القران الكريم؟ انا اعتقد ان نقطه البدايه من هنا، من مواسم الهمم القرانيه، من مواسم الخير القرانيه التي نقدم فيها ما نستطيع للقران الكريم. انا احببت فقط في هذه العجاله الاولى ان شاء الله تعالى، في هذه الاطلاله السريعه، ان اقول كيف نحيا مع القرآن الكريم لنحقق هذه الواجبات الكبرى، الواجبات العظمى التي منبعها وأساسها، هذه الواجبات الستة أساسها ومنبعها محبة القرآن الكريم. الليلة ليلة البرهان على حبنا للقرآن. خلوا هذا شعارنا يا جماعة، هذا اليوم هو يوم البرهان على محبتنا للقرآن. مش بدك يكون في عندك برهان صادق؟ خلينا نشوف نحن وياكم، وإن شاء الله تعالى هذه الساعات اللي حنمضيها مع بعض وهذه اللحظات اللي حنعيشها مع بعض تكون خير برهان وخير دليل على حياتنا مع القرآن الكريم. أنا لي رجع معكم إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم، ونعود إليكم بإذن الله عز وجل. السلام عليكم.
ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاك الله الخيرات. دكتور سليمان، ما بعرف إذا كان يسمعنا، لكننا نخبرك أننا نحبك في الله، ذلك أننا نعلم ويعلم كثيرون من هذا المعهد المبارك أن دكتور سليمان نحسبه ولا نزكيه على الله من أهل القرآن الذين جمعوا بين العلم والتعلم، فهو يتعلم وهو يعلم سواء في ميدان جمعية المحافظة على القرآن الكريم أو في ميدان الجامعة الأردنية أو في ميدان التأليف أو في ميدان المحاضرات أو في ميدان كهذا يدعو الناس لخدمة ودعوة وسند مراكز القرآن الكريم والمشاريع القرآنية المباركة. جزاك الله خيرات شيخنا وأستاذنا ودكتورنا، وأظن أننا بحاجة، رب لعله الدكتور سليمان يشاركنا في هذه الفكرة، بحاجة للنماذج القرآنية الحية التي نبثها في المجتمع لتكون واحدة من أهم الثمار للعمل القرآني. هذه النماذج الحية، هذه الثمار هي التي تشعل الحماسة في نفوس الناس للإقبال على القرآن ودعم المشاريع القرآنية. أن نرى رجالا ونساء هم مصاحف يمشون على هذه الأرض، ولعل معهد ماس خرج أمثال هؤلاء، ولعل الله سبحانه وتعالى يكتب أيضا في قابل الأيام أن يخرج من رحم هذا المعهد المبارك أمثال هؤلاء. حقيقة قضية الأسماء وذكرها وعدم ذكرها تذكرنا بمسألة جميلة ولطيفة. الإمام الشاطبي، لعل كل من انخرط في مشاريع التلاوة والتجويد سمع بهذا الاسم المبارك، الإمام الشاطبي من وفيات 590 للهجرة رحمه الله، وهو صاحب القصيدة الشهيرة في علم القراءات حرز الأماني ووجه التهاني أو المختصرة بالشاطبية. هذا الإمام المبارك والذي نقرأ أغلبنا يقرأ القرآن الكريم على طريقة خطها هذا الإمام أو اختارها هذا الإمام المبارك، لعل كثيرين يعرفونه لكن لا يعرفون سرا من الأسرار التي بثها هذا الإمام كرسالة للأمة، ولعل أثرها باق إلى هذا اليوم. الإمام الشاطبي لما سطر بيده ولسانه هذه القصيدة المباركة التي الآن انتشرت في العالم أجمع، حرز الأماني ووجه التهاني، حين كتبها بيده خشي ألا يقبل هذا العمل عند الله سبحانه وتعالى، خشي أن تدخل نيته أي دواخل فيفقد الإخلاص الذي به نجاح الأعمال والفوز بها في الدنيا وفي الآخرة. فماذا صنع الإمام الشاطبي؟ أتى بقصيدته وكتبها ووضعها في زجاجة ثم ألقاها في البحر، ثم قال إن كان فيها خير يعني الله عز وجل يخلصها من البحر ويبعث بها إلى طلبة العلم. فكان أن وجدها أحد طلبة العلم، فتح الزجاجة قرأ ما فيها، فإذا بها درة من الدرر، وفيها من الدرر الشيء الكثير ربما أهل التجويد والقراءات يعرفونها، ومنها وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. من باب المفاجأة لكم والتشويق للبقاء حتى آخر لحظات، معنا زجاجة اليوم تشبه زجاجة الإمام الشاطبي، وفيها كنز لماس القرآن الكريم. هذا الكنز سنفتحه إن شاء الله في الدقائق الأخيرة لهذا اللقاء. ماذا تحوي هذه الزجاجة؟ وما الكنز أو الخبيئة الموجودة في هذه الزجاجة؟ سأبقيها ها هنا حتى تتشوقوا لمعرفة ما خبأه بعض، نحسبهم ولا نزكيهم على الله، بعض الأخيار الصالحين لخبيئة لمعهد ماس القرآني. نستمر في ذكر بعض الأسماء المباركة، وكلها مباركة إن شاء الله سبحانه وتعالى، قل إنفاقها أم كثر فالخير عند الله كثير. جاءني من الأسماء أو بعض الأرقام التي لم يحب أصحابها أن تذكر أسماءهم، ومع ذلك فهذا خير وهذا خير. فاعلة خير تقدم 2000 دولار، فنسمع تكبير لمن خلف الشاشات ولمن أمام الشاشات أيضا، فجزاها الله خيرا. نحن لا نعرفها، الله عز وجل يعرفها ويجازيها. هناك عائلة مباركة يبدو أنها يعني اجتمعت على الخير وقرروا أن يقدموا مبلغا لصالح معهد ماس القرآني بشكل جماعي، هي عائلة النوباني، قدموا 3000 دولار لصالح معهد ماس القرآني تكبير، بارك الله لهم وجعل هذه الصدقات سبيلا لتحصينهم في الدنيا
وأن يترافقوا في جنات النعيم إن شاء الله. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. أرقام أيا كانت هي عظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. فاعلي الخير الذين أتت أرقامهم دون أسمائهم كثر، فهناك المئة، هناك أعداد كبيرة بالمئة والمئة والخمسون والمئتين، هناك فاعلة خير ألف وأخرى ألف وثالثة ألف ورابعة ألف وخامسة ألف. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم زد وبارك يا رب العالمين. من الأسماء التي نذكرها الأخ أحمد 25 دولارا، الأخت آلاء عبد العزيز 25 دولارا، الأخ ربيع السلوادي أيضا 25 دولارا. يا رب بارك فيهم جميعا وأنعم عليهم بالخير، اللهم أعطي منفقا خلفا يا رب العالمين. عندنا الأخت ضياء بني بكر 100 دولار، الأخت أم علي 100 دولار، الأخت أم لؤي أيضا 100 دولار، الأخ حاتم النجار 100 دولار. عندنا مجموعة من الأخوات ليس عندنا أسماءهم قدموا مجموع 300 دينار، هناك الأخت أسماء البسطي 350 دينارا. يا رب اجزهم عنا وعن معهد ماس وعن كتابك العظيم كل خير يا رب العالمين. الأخت سناء العابد تقدم 400 دولار، جزاها الله خيرا وبارك لها في مالها وأولادها وذريتها. الأخ ياسين العبد 400 دولار كذلك، جزاه الله الخيرات وأكرمه وأنعم عليه بالخير وعوضه خيرا إن شاء الله. كذلك الأخت منال علي 400 دولار، جزاها الله الخيرات. الأخت فادية داود جزاها الله كل خير. أنا صعب كل اسم أعطيه جرعة من الدعوات، فأنتم من خلف الشاشات ارموا هؤلاء بالخير وادعوا لهم أيضا وكرروا الدعوات وادعوا لهم أن الله عز وجل يبارك في أموالهم وصدقاتهم ويعوضهم بكل دولار ألفا إن شاء الله. الأخت زاهرة قاسم تقدم 500 دولار، ومثلها الأخت فادية داود 500 دولار، جزاهن الله كل خير. عندنا الأخ أو الأخت إشراف عمر 150 دولارا، الأخت أمل عصفور 150 دولارا، الأخت علياء محمد 150 دولارا، هناك الأخت هزار نحاس قدمت 1000 دولار، ما شاء الله تكبير، أسأل الله أن يبارك لها ولكل من قدم خيرا، آمين رب العالمين. الأخ نبيل مصلح يقدم 1000 دولار في هذه الأمسية الطيبة المباركة، جزاه الله الخيرات وعوضه الخير أضعافا أضعافا. الأخت مرام طعمة 250 دولارا، ما شاء الله. الأخت أم هارون تقدم 200 دولار، الخير ينهمر وإن شاء الله يستمر انهمار الخير مش بس اليوم أيضا في قادم الأيام إن شاء الله. مرة أخرى أشوقكم لهذه الزجاجة والخبيئة التي خبئت فيها، ما شو تتوقعوا فيها؟ راح نشوف إن شاء الله في الجزء الأخير من هذه الأمسية المباركة. أعطوني إشارة متى ما الأمور كانت، يعني حتى ما أخرب باقي الفقرات، لكن الخير كبير وإن شاء الله أنه يستمر، وإن شاء الله ما نقصر أيضا بذكر أي اسم من الأسماء المباركة، كلها مباركة كلها طيبة، فنسأل الله أن يبارك بالجميع. الأخت إيمان عفيفي تقدم 50 دولارا، جزاها الله خيرا. الأخت بثينة النوري كذلك 50 دولارا، الأخت رباب القمري 50 دولارا، ما شاء الله جزاهن الله جميعا الخير. الأخت سجى خليل 50 دولارا، الأخت سناء أليسا 50 دولارا، ما شاء الله جزاك الله كل خير أيتها الكريمة وجميع الأخوات كذلك. الخير كثير الحمد لله وإن شاء الله يستمر، لكن نعود لنستكمل بقية الفقرات ولنا عودة أخيرة إن شاء الله نستكمل فيها ونكشف عن سر خبيئة خبأوها بعض الكرام، فلا تعودوا لا تكونوا بعيدين إن شاء الله، كونوا بالقرب، جزاكم الله الخيرات والعود إلى الكريمة الفاضلة. جزاك الله خير دكتور أسامة. قبلك دكتور دقور جزاكم الله كل خير، وأود أن ألفت نظر كل مستمعينا على اللايف على الفيسبوك، ما زالت أرقام في أسفل الشاشة، أرقام واتساب وأرقام التبرعات والروابط، فكونوا بهذا الخير جميعا أخوانا وأخواتنا، بارك الله بكم. أود أن ألفت نظر كل من اشترك أيضا في مسابقة اللقاء لهذا اليوم، إن شاء الله تعالى ستعلن الجوائز في نهاية اللقاء. طبعا الجائزة الأولى ستكون 500 دولار طبعا جيفت كارد، وكذلك في عندنا 250 و100، خمس جوائز ستقدم بإذن الله تعالى في آخر هذا اللقاء.
والآن نأخذ شوية بريك وهيك نأخذ شوية نفس ونعود للقرآن وأهله. فأجمل الكلام كلام أهل القرآن، فهم أهل الله وخاصيته. هؤلاء البنات، بناتنا في هذا المركز اللواتي أعطينا من أوقاتهن للقرآن، فأعطاهن الله سبحانه وتعالى رفع المقام. أعود إلى سارة وإلى صاحبات سارة وحافظات القرآن الكريم في مركز ماس. Now we have our second Hafidah Huda. Assalamu alaikum Huda. Wa alaikum assalam. Huda, can you tell us what your plans and goals are now that you've finished memorizing the Quran? So the first thing that we have to do, of course, is renew our intentions before setting out our goals. First goal would be, subhanAllah, is to review our hifz and to make sure that it's perfect, because this is the Quran that we're going to be taking throughout our whole lives. And we're going to be teaching our fellow siblings and brothers and sisters in Islam. Second goal is to actually make sure that we understand the meaning of the Quran. As kids who have been raised in the West, we don't know Arabic as well, and especially since the Quran is written in Fusha in Arabic. So the first thing that we want to do is to learn the meaning of the Quran, so then we're able to put it into our daily lives. Jazakallahu khairan Huda. Now we have our third Hafilah, Salma. Assalamu alaikum Salma. Wa alaikum assalam Sara. Salma, can you please tell us a piece of advice for people that would like to memorize the Quran but don't really feel like they're capable? Yeah, so I would say first someone needs to recognize kind of their spiritual connection to Allah, why they want to do it and the reasons they're doing it for, how is it going to benefit them in the future, just so that they're always actively learning the Quran instead of kind of just passively learning and just memorizing instead of actively trying to figure out what it means and things like that. Especially second is to establish your niyyah or intention, and try and reiterate it throughout every surah you memorize. Try and reiterate it as much as you can through every ayah you memorize, because when you establish the niyyah, I feel like it makes the journey itself more of the beneficial aspect of memorizing the Quran rather than kind of just completing the Quran and being happy with your success in completing. So definitely establishing the niyyah and recognizing your spiritual connection with Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallahu khairan Salma. تقف كلماتي ويعجز لساني عن وصفه. معلم وليس كأي معلم، فهو أفضل المعلمين. مربي وليس كأي مربي، فهو أروع المربين. موجه وليس كأي موجه، فهو أعظم الموجهين. هو رسول ونبي، هو الهادي الأمين، هو العدنان المختار. فلا يحلو المجلس إلا بذكره وبمدحه، ونحن بالحديث وبمدحه لا نكل ولا نمل. نعود إلى الشيخ والمنشد أستاذنا محمد عباس. تفضل. رسول الله فاض بي الحنين وأرق مهجتي الدمع الدفين. رسول الله فاض بي الحنين وأرق مهجتي الدمع الدفين. مدحتك لا رياء أو نفاقا، وفي من يمدحونك من أكون، وفي من يمدحونك من أكون. حار فكري لست أدري ما أقول، أي طهر ضمه قلب الرسول. حار فكري لست أدري ما أقول، أي طهر ضمه قلب الرسول. أي نور قد تجلى للعقول،
أنت مشكات الهداية، أنت نبراس الوصول، أنت مشكات الهداية، أنت نبراس الوصول. حار فكري لست أدري ما أقول، يا رسولا بشرت به الرسائل، يا نبيا كان كفوا للشمائل، يا رسولا بشرت به الرسائل، يا نبيا كان كفوا للشمائل، أي نور نابوي فيك ماثل، أنت نور أنت طهر أنت حق هد باطل، أنت نور أنت طهر أنت حق هد باطل. حار فكري لست أدري ما أقول، أي طهر ضمه قلب الرسول، قد تبعنا سنة الهادي المطاع فنجونا من عذاب وضياع، قد تبعنا سنة الهادي المطاع فنجونا من شتات وضياع، وشدونا في سويعات السماع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. حار فكري لست أدري ما أقول، حار فكري لست أدري ما أقول، أي طهر ضمه قلب الرسول. صلى الله صلى الله عليه وسلم. الله يرضى عليك، أخذتنا إلى عالم آخر شيخ محمد عباس. حقيقة نحن على الطائرة الافتراضية طائرة الخطوط معهد ماس، الآن المحطة القادمة بإذن الله تعالى ستهبط الطائرة فربط الأحزمة في عمان، ولكن دعوني قبل أن ننزل أقول لكم شيئا. كتب يوما على صفحته: أحثك يا بني على ثلاثة خصال، الصدق وحسن الخلق في التعامل وحسن طاعة الله، وأدعوك إلى ثلاث: بر أمك والاجتهاد في دراستك والسعي نحو هدفك. وكأني أقرأ بين كلماته رسالة لكل أبناء المسلمين. نعود معكم مشاهدية في هذا البث المباشر مع دكتور سليمان دقور عبر الزوم إلى من جعل هدفه صناعة الإنسان من العلم. أترك المكان لدكتور سليمان دقور فليتفضل. يسأل سليمان. هذا الجمال حار فكري، والحقيقة العقول والقلوب الكل يحار في محبة النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم شأنه
والذي أرسله الله عز وجل بهذا القرآن الكريم. يا أخوة يا أخوات، أنا لا أريد أن يعني يكون حديثنا وكلامنا كثيرا في هذه الليلة مرة أخرى، أقول في هذا اليوم المبارك، في هذه الساعات، في هذه الليالي الفضيلة المباركة، المطلوب منا أن نري الله سبحانه وتعالى ما يكرمنا به من خير، من فضل، من 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 نعيم. ويعني أنا أذكر بعدة أمور. أولا، ما دام إحنا نتكلم عن خدمة القرآن الكريم وهذا الجمع الطيب وهذا التجميع الطيب المبارك من الأموال التي جعلنا الله مستخلفين فيها، والله يا إخوة لما بقرأ دائما ويا أخوات بقرأ قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، يعني فسينفقونها ثم تكون عليهم، يعني لما بقرأ أنا الآية بعجب، بقول شوف الله عز وجل يقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، يعني هم عندهم يقين وقناعة أن هذه الأموال أموالهم، ومع ذلك ينفقونها. نعم ينفقونها، طب لأجل ماذا؟ لأجل الصد عن دين الله سبحانه وتعالى. ويبين لنا ربنا أنهم سينفقونها، ويحذرهم ويهددهم أنهم سيعذبون بها يوم القيامة، ومع ذلك يستمرون. نحن المؤمنين نؤمن أن المال مال من؟ مال الله، وأننا مستخلفون فيه، وأننا إذا أنفقناه فننفقه في الخير، وإذا قدمناه فنقدمه في خدمة القرآن وخدمة مشروعنا الإيماني، وأن الله سيرده علينا. فلماذا نبخل؟ لماذا نتأخر؟ لماذا نتلكى؟ هذه القضية الأولى اللي لازم نحن ننتبه إليها. شوفوا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عجيب، يقولنا فيه صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا فتنتين. بالله ركزوا معي يا إخوة يا أخوات، لا حسد إلا فتنتين. هو الحسد بصير؟ طبعا ما بصير، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا حسد إلا فتنتين، يعني كأنه يريد أن يقول لنا عليه الصلاة والسلام إذا كان الإنسان يريد أن يحسد ولا بد أن يحسد، فليحسد على شيء له قيمة، شيء محرز زي ما نقول نحن في العامية، شيء محرز، شيء له قيمة. يعني بدك تحسد وتحسد، احسد على شيء مرتب مش على شيء بسيط، مع أن الحسد لا يجوز، لكن إن يعني أردنا أن نقولها يقبل، فيقبل فقط في أمرين. أولا شوفوا التعبير: رجل آتاه الله المال فسلطه على هلكته بالحق، هذا إنسان بتحسده عنده مال والله سلطه على هلكته بالحق. وثانيا رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار. أنا لا أريد أن أشرح هذه الجزئية وهذه الجزئية، أنا بدي أياكم تفكروا معي لماذا قرن النبي صلى الله عليه وسلم هذين الأمرين معا، المال مع القرآن. فكرت فيها، مال سلطه على هلكته بالحق، القرآن يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، ليش جمع بين الأمرين؟ أنا بقول لك ليه. كأنما يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يريد أن يوصل لنا رسالة، أن أفضل ما يسلطك الله عليه في إنفاق المال أن تنفقه في جانب القرآن. يا إخوة يا أخوات، نحن بنقول هذا الكلام مؤمنين فيه، واثقين فيه ولا لا، مصدقين فيه ولا لا، موقنين بحديث نبينا صلى الله عليه وسلم ولا لا. أفضل ما يمكن أن يسلطك الله الآن على مالك في جانب القرآن، وبالمقابل أن أكثر ما يحتاجه من القرآن لتمكينه في نفوس أبنائنا ومجتمعاتنا وواقعنا ومؤسساتنا ومعاهدنا ومراكزنا، مثل هذا المعهد المبارك القائم على ماذا؟ قائم على جهودكم أنتم. يوم القيامة كلنا سنأتي ويكون في صحائف أعمالنا شهادة إنه هذه قسيمتك في خدمة القرآن الكريم. مين منا يا جماعة عاقل وبيضيع هذه الفرصة وبيضيع هذه القسيمة؟ طب أنا بدي أقول لكم شيء ثالث، كلنا نحن الموجودين اللي نسمع الآن، بالله عليكم إخواننا اللي بيسمعونا عبر الزوم ولا عبر البث المباشر ولا على عبر أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، أنا بدي أسألكم في أشياء أربعة كلنا بدنا إياها الآن. كل واحد منا، أنا مو شايفكم ولا حد منا شايف الثاني، يمكن أنتم شايفيني أنا مو شايفكم، بس أنا بدي الجواب يرفع إيده بينه وبين نفسه مشان يشهد رب العالمين عليه.
مين منا يا جماعة ما بده زيادة في الرزق؟ في أحد ما بده زيادة في الرزق؟ مستحيل. يعني كنا بدنا زيادة في الرزق، هذا فايدين، نعم كنا بدنا زيادة في الرزق، هذا نعيم الله، كنا بدنا زيادة في الرزق. طيب أنا بدي أسأل، مين منا ما بده إذا كان عنده أمراض أو أوجاع أو ابتلاءات إنه ربنا يعافيه منها؟ في حدا؟ بالعكس. طب ليش في حدا منا ما عندوش قريب ولا حبيب ولا صديق مبتلى ولا مريض؟ بدنا نرفع البلاء والمرض والوجع عنا؟ نعم. طيب هي اثنين. أعطيك الشيء الثالث، مين منا ما بده يطفئ غضب رب العالمين؟ كنا بنساوي معاصي وبنساوي آثام، يعني لو عجل الله عز وجل لنا عقوبة في الدنيا بمعصية فعلناها لما نجا منا أحد، لكن ربنا بيعطينا فرصة أن نتوب. بدنا إنه ربنا يطفئ غضبه عنا، أي بدنا. هي ثلاث أشياء، مش هطول عليكم. النقطة الرابعة، مين منا بده لما يصل يوم القيامة عند رب العالمين ينجو من عذابه؟ كلنا بدنا نرفع ايدينا، كلنا بدنا ننجو. طيب هذه أربع أشياء، فيما يمكن أن تحققها؟ صعب أنك تحققها؟ تعال معي خطوة بخطوة. أول واحدة، النبي يعدك صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال من صدقة، أو في حديث آخر عند مسلم يقول ما نقصت صدقة من مال، يعني 100 دينار تبرعت أنت بعشر دنانير ما نقصت، واحد عنده 1000 دولار تبرع ب500 دولار ما نقصت. طب ما هو نقصت، أنا شايفهم كانوا 1000 وبعدين صاروا 500. لا، أنت كمسلم عندك مفهوم اسمه مفهوم التوفيق، مفهوم البركة يا أخوة، هذا ثقة يا أخوات، هذا يقين على الله سبحانه وتعالى. ولذلك في الحديث وفي قول الله عز وجل في الآية وما تنفقوا من شيء فإن الله يخلفه. نصدق رب العالمين ولا لا؟ هذه القضية الأولى. إذا أنت أنفق ينفق عليك عبد الله، أنفق ينفق عليك. إخواننا قيمة الصدقة اللي أنت بتقدمها تعد بأمرين، أولا قيمتك أنت، وثانيا بقيمة ما تقدم له. يعني أنا عندي قيمتي أني أقدم 10,000 دولار، فجاءني إنسان عادي وبسيط ما بيعنيني، قيمته بالنسبة لي أعطيه دولار واحد. طب بالله عليكم إذا كانت قدرتي أقدم 10,000 دولار والذي يطلب مني هو الله الذي أقدم الصدقة لأجله والخير والتبرع هو القرآن، قديش قيمة القرآن عندك في 10,000؟ أعظم من 10,000 يا إخوة، ممتاز. دولار وعشرة دولار وخمسة وعشرين دولار وخمسين دولار، رائع جدا. لأن رب درهم سبق 1000 درهم، رب دولار سبق 1000 دولار. بس متى؟ لما أنت يكون معك فقط دولارين تتبرع بدولار يظل عندك دولار. لكن أنا عندي 100,000 دولار ومخبيهم مشان أولادي، وبتبرع ب1,000 دولار وبخلي 99 مشان أحفظ أولادي فيهم. طب اسمع رب العالمين ماذا يقول، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، إيش يعملوا؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. خلي اليوم عنوان تقوانا لله وعنوان قولنا السديد الصدقة التي نقدمها. إذن هذا الجانب الأول، بدك زيادة في الرزق الطريق أمامك واضح. اثنين، بدك نجاة من النيران، بدك نجاة من غضب الله، كما في الحديث الصحيح الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ما بدهاش. طيب بدك دواء من الأمراض والأوجاع والابتلاءات، حديث النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقات، معادلات واضحة. طيب القضية الرابعة اللي قلنا عنها، موضوع نجاتك من عذاب الله في الآخرة، بالله عليكم عيشوا هالمشهد، كلكم تحفظوا فتقوا النار ولو بشق تمرة، في حد ما بيحفظ هذا الحديث يا إخوة يا أخوات؟ في حد ما بيحفظ هذا الجزء من الحديث؟ فتقوا النار ولو بشق تمرة، صح؟ طب عمرك سمعت أنت نص الحديث؟ عيش هذه اللحظة، عيش اللحظة اللي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم لنا هذا الكلام. يقول صلى الله عليه وسلم ما من أحد منكم إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، ما حد حيترجم لك الكلام، مشافهة مباشرة بينك وبين رب العالمين. تخيل المشهد والموقف، أنت تقف أمام الله هذه العظمة الكبرى وناسي كل شيء حواليه. قال فينظر أيمن منهم فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منهم، أشمل يعني جهة الشمال، فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه أو بين يديه فلا يرى إلا النار. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة. تخيل نفسك اليوم أخي الكريم
تخيلي نفسك أختي الآن الآن الآن، تخيل نفسك واقف بين يدي الله. بالله عليكم غمض عينيك بس هيك ولو لثواني، غمض عينيك وغمض عينيك، خلينا نغمض عينين شوي وحاول تطلع يمين، ستجد ما قدمت من أعمال قديش حجمها، وتطلع يسارك ما قدمت من أعمال شو حجمها، وتطلع قدامك وإذا النار، وفجأة تطلع من جيبتك شق التمر وتقول يا رب هذه ما أتقي به عذابك. طب الآن قديش أنت مقرر أنك أنت تقدم من أجل أن تتقي عذاب الله سبحانه وتعالى؟ تعرف قصة صاحب الخبزتين؟ تتذكروها يمكن، إذا ما انحكت ولا ما انحكت ولا بده يحكيها أخونا أسامة، كنا احنا عارفينها لكن حديثنا فيها عجيب جدا. هذا الرجل الذي كان عنده من المال وكان عنده، لكن ضاقت به الحياة الدنيا وما بقي عنده شيء، لا يفعله ولا يقدمه. آخر حاجة ذهب ليبيع بيته، بده يبيع بيته ما في أمامه حتى يطعم أولاده، فكان يجوب في السوق، فسأله أحدهم ممن يعرفه ما حاله، قال حالي كذا وكذا وكذا، فرق له قال اسمع خذ هاتين الخبزتين، وضع له أو بينهما شيء من الإدام، وعد بهما وأطعمهما إلى أولادك إلى أن ييسر الله لك الخير. يقول فعاد وهو في الطريق رأى امرأة تحمل في حضنها طفلها، يقول فنظر الطفل إلى الخبزتين لا ينظر إلى غيرهما، يعني مشتهيهم لأبعد حد، قال فقدمهما له وأخذتهم المرأة ثم عاد إلى بيته، فسألته زوجته ماذا حصل؟ قال لم يحصل معي إلا كذا وكذا، فقالت له عد إلى السوق وثمن بيتك لتبيعه. وفعلا رجع إلى السوق، وهو هناك قال له أحدهم ماذا تفعل هنا؟ ارجع إلى بيتك فقد جاء أناس يسألون عنك. فرجع إلى بيته فاستقبل أناس يسألون، قال لهم ماذا تريدون؟ ليس عندي شيء أضيفكم إياه. قالوا أنت فلان؟ قال نعم. قالوا فإن أباك كان قد أعطانا مالا أو استدلنا منه مالا قبل 30 عاما من خراسان، هؤلاء كانوا، وقد اشتغلنا به فزاد، وهذا نتاج مال أبيك الذي استدلناه. أموال طائلة كانت محملة على جمال وعلى غيرها، فأخذها ويعني سد بها دينه وسد بها حاجته، لكنه خشي من شيء. انتبهوا يا إخوة يا أخوات، هنا النقطة المهمة، تذكر أنه فعل هذا الخير لكنه خشي أن يأتي يوم القيامة وقد دخله شيء من الشهوة في عمله الذي قدمه، وفي هاتين الخبزتين اللتين قدمهما لهذه المسكينة المحتاجة الأم وطفلها، فرأى في المنام أنه يوم القيامة بين يدي الله، وأن أعماله توزن، فيؤتى بسيئاته فتوضع بكفة، ويؤتى بحسناته فتوضع بكفة، إلى أن استوت حسناته وسيئاته. فقيل له انظر ماذا بقي ماذا بقي ماذا بقي، قالوا لم يبق له إلا تلك الخبزة التي قدمها، الخبزتين اللي قدمهم. قال فجيء بهما، هو يخشى كان أن الله لم يقبل منه هاتين الخبزتين وهذه الصدقة، فجيء بهما فوضعتا في الكفة فرجحت كفة حسناته على سيئاته. بالله يا إخوة يا أخوات، إذا توقعنا الآن إنه انتهى $1,000 أو 10,000 أو اللي دولار هو الذي سيرجح كفتك يوم القيامة، كفة الحسنات، تبخل به؟ تعزه على الله سبحانه وتعالى؟ تعزه على كتابه، على قرآنه؟ لا والله. يعني هذا الشيء بسيط جدا أنا أقدمه بين يدي همة إخواني وأخواتي، وأنا أعلم أن عندكم من الصدق وعندكم من العزيمة وعندكم من الخير ما تستطيعون أن تجودوا به. حتى اللي صدق الآن وشجع يقول لك أنا صدقت $100 أنا بدي أصدق $1,000. والله يا إخوة لا أقول هذا الكلام عن جيل سابق، والله قبل 4 أو 5 سنوات أو أكثر يمكن بسنة أو سنتين أو أقل التقيت بأحد الإخوة، والله وأنا قلت وقبلته على رأسي وقبلت يده، قلت إني أنظر إلى أبي بكر أمامي. هذا الرجل عرفته من حالي في تركيا، يقولون الإخوة يقولون لي 15 مرة كان في كل مرة في مواسم الهمة للقرآن الكريم ولأهل الخير يتبرع بماله كاملا، يقول والله لا يأتي العام الذي بعده إلا وقد ضاعف الله ماله الضعف، ثم يأتي ويتصدق. أنا التقيت به وهم يخبرونني عن الحالة رقم 15، رجل كبير متواضع ليس في يده إلا المسبحة. قلت يا الله، الصحبة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا أشخاصا، الصحبة حالة تتكرر في كل مرة. هل يمكن أن أكون أنا وإياكم اليوم يا إخوة يا أخوات نمثل حالة الصحبة
للنبي صلى الله عليه وسلم في القرن الحادي والعشرين صحبة القرآن الكريم بما تجود به أنفسنا وبما تجود به ونجود به من مال الله سبحانه وتعالى الذي جعلنا مستخلفين فيه. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ذكر الله عز وجل أعظمه القرآن الكريم، لا نريد أن يحول هؤلاء بيننا وبين القرآن الكريم. بارك الله فيكم أيها الإخوة والأخوات، بارك الله في عطائكم، بارك الله في إحسانكم، بارك الله في جودكم، بارك الله في صدقاتكم والنور الذي سنكسبه اليوم إن شاء الله تعالى. تريد أن تحفظ ابنك، تريد أن تحفظ ابنتك، تريد أن تحفظ أسرتك، تريد أن تحفظ حياتك في الدنيا قبل الآخرة. الصدقة برهان على صدق إيمانك وتوجهك إلى الله عز وجل. بارك الله فيكم مرة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور سليمان أبشر، أخت رباب، أخت الهام، أخ مالك، الإخوة والأخوات في ماس، أبشروا، فجمهور ماس كما كان على العهد لم يخيب الظن أبدا. هذا بشائر الخير تأتينا من الأخوات الكريمات. الخير ينهمر على هذا المعهد المبارك، رواده، أحبابه، أعوانه، أهل القرآن يعرفون أن هذا المعهد بحاجة لمساعدتهم في هذه الأيام الصعبة، ولم يتخلفوا يا دكتور سليمان ويا إخوة ويا أخوات. حلقة من حلقات هذا المعهد المبارك أبوا إلا أن يكونوا أو إلا أن يزاحموا أهل الصدقة والخير منكم، يزاحموهم الأجر، فأبوا أن يكونوا فقط ممن يتعلمون بل ويكون لهم سهم في التعليم. حلقة التفسير التي تشرف عليها الأخت هادية حجازي من معهد ماس، هذه الحلقة الطيبة المباركة الذين يقبلون على القرآن تفسيرا وينهلون منه وعيا وفهما وتدبرا، هذه الحلقة المباركة قدمت 7,000 دولار بمجموعها، جزاهم الله الخيرات، تكبير، الله أكبر ولله الحمد. هذا أكبر مبلغ حتى الآن يعني حصيلة لهذه الحلقة المباركة. ما بعرف هل يمكن لهذه الخبيئة أن تحوي أكثر أقل، سنرى بعد قليل إن شاء الله سبحانه وتعالى. هناك فاعلة خير قدمت 60 دولار، الأخت هدى بكر تقدم 300 دولار، الأخت فاطمة خليل 250 دولارا. جزاكم الله خيرا أخت هدى وأخت فاطمة، ربي بارك فيكم وفي أموالكم وعيالكم. الأخت نجمة أم أسامة، هذه السباقة بالخير دوما، تقدم 700 دولار، جزاها الله الخيرات وأنعم عليها وزادها فضلا وخيرا. الأخت رفقة غولة قدمت 100 دولار، جزاكم الله خيرا وجعلك رفيقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنان. الأخت دعاء أبو الرب تقدم 100 دولار، ما شاء الله، جزاكم الله خيرا أخت دعاء، ادعوا لها أيها الكرام. الأخت نورة نشواتي تقدم 200 دولار، الله يجعل نور لك في الدنيا والآخرة. هناك فاعلة خير 250 دولارا لا نعرفها، الله يعرفها، فاللهم اجزها خيرا عن هذا المعهد المبارك. الأخ إبراهيم منصور يقدم 500 دولار، جزاه الله خيرا وجعله وجمعه في الدنيا مع إبراهيم الخليل عليه السلام. فاعلة خير تقدم 2,000 دولار، جزاها الله الخيرات، فالخير ما شاء الله ما زال باق وسيستمر بإذن الله سبحانه وتعالى. والدكتور سليمان يتحدث، استحضرني ذاك الحديث لرسولنا صلى الله عليه وسلم، أو ذاك الموقف حيث وقف رسولنا عليه الصلاة والسلام، كان في سفر ومعه ثلة من صحبه الكرام، والمسافر معه طعام وشراب زيادة، معه فلوس ومال زيادة، لا شك أنه حاسب حسابه، جايب معه خيل أو غيره زيادة. فوقف أمامهم رجل ولم يتكلم بكلمة واحدة، فنظر اللبيب صلى الله عليه وسلم إلى الرجل ففهم حاجته. الرجل يعني ما طابت نفسه أن يقول أعطوني، لكن أولي الألباب وسيدهم رسولنا صلى الله عليه وسلم يفهمون الرسالة بنظرة، بكلمة، بإشارة. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وعرف حاجته، فقال: يا أيها الناس، من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. الظهر يعني الركوب، مكان شيء يركب عليه. ومن كان معه فضل مال
فليعد به على من لا مال معه، ومن كان عنده فضل زاد يعني طعام وشراب فليعد به على من لا طعام ولا شراب معه. قال: ثم بسط رداء، فما زال الناس يضعون المال والطعام والشراب والأموال حتى جعلوا جبلا كبيرا أمام أعينهم، فسر حبيبنا صلى الله عليه وسلم. الآن إحنا على مشارف نهايات هذا اللقاء، الكلام شبه انتهى، ماس الآن يقف أمام أيديكم وأنتم أولو الألباب، الرسالة وصلتكم، بدنا في آخر دقائق يتكاثر الخير بإذن الله سبحانه وتعالى، وهي عم يتكاثر بفضل الله. الأخ محمود أبو شعر، 250 دولارا، الله يبارك فيك ويكرمك يا أخي العزيز. YM، ما بعرف رمز إلى ماذا، لكن يبدو أنه أول حرف من اسم مبارك، يقدم 1000 دولار، جزاكم الله خيرا وأكرمكم، اللهم أعطي منفقا خلفا. سمية البربراوي تقدم 100 دولار، جزاك الله خيرا يا سمية. يسرى جمعة تقدم 80 دولارا، والأخت نوال الديسي تقدم 100 دولار، جزاكم الله كل خير وأكرمكم في الدارين وبارك لكم في أموالكم وعيالكم وصدقاتكم يا رب العالمين. رقم 100 مثل المطر الغزير، هناك أرقام أو أعداد كبيرة أتت برقم 100، فربي يبارك لهم ويعطيهم بدل 100 100,000 إن شاء الله. منهم الأخت حنين أبو خس، والأخت دعاء أبو الرب، والأخت دلال أم طارق، والأخت رولا ريال، والأخت ريم سمارة، الأخت ريهام يوسف، الأخت سميرة الخطيب. إن تؤمنوا على الدعاء اللهم أعطيهم بدل 100 100,000 يا رب العالمين، وأعطي ملفقا خلفا. كذلك من أصحاب المئات سميرة الخطيب وسهان رازق، والأخت عالية حرز الله، والأخت عايدة سمحان، الأخت علا لحبيان، الأخت غادة، الأخت غالية عبيسي. يا رب بارك لهم جميعا وأكرمهم وضاعف لهم في الأجر وأعطي منفقا خلفا. الأخت غالية عبيسي، غدير لاتا، فاطمة جابر، الأخت فاطمة أحمدين، الأخت فداء. أنا مستعجل لأنه الخير كثير وبدي إياكم تستشعروا الآن أنه المطر الآن عم يهطل على ماس، وبدنا الآن تسهموا أيضا في نقطة في هذا البحر الذي الآن يتكون ليرفد هذا المعهد المبارك بالخير إن شاء الله. أيضا من فئة 100 دولار الأخ ليث خليل، أنا بنبسط لما أشوف اسم يعني أحد الرجال، اليوم المزاحمة يبدو للأخوات، فأي أيها الرجال زاحموا، فيبدو أنه الطريق امتلأ بالأخوات. هاي الأخ محمد عطية أيضا 100 دولار، الأخت منصورة عتيق، والأخت منى، الأخت نسرين حسن، والأخت نسيبة مهدي، هؤلاء كلهم من ذوي 100 دولار، اللهم بارك لهم جميعا وأكرمهم وأنعم عليهم وبارك لهم في أعطياتهم يا رب العالمين. حقيقة الخير كثير أيها الكرام، لكنني أيضا أتساءل، ولعله تساؤل يكون غريب وعجيب ومفاجئ، عندما آتي إلى مبنى أو بناء قوي ومتين وثابت، ثم يأتي أحد فيقول أريد أن أصرف 100,000 دولار على هذا المبنى لأعزز ثباته، هو ثابت، لماذا أنفق مالي وأنا أرى البناء قويا متينا لا مشكلة فيه؟ هذا يحيلنا على القرآن العظيم، القرآن محفوظ، فلماذا يحفظه أولادنا أو نحفظه للبنات والشباب، ولماذا ننفق المال على تحفيظه؟ حقيقة لعلنا لو غيرنا حركة واحدة في هذه الكلمة سيتغير كل شيء. نحن لا نرسل أولادنا وبناتنا لهذا المعهد ليحفظوا القرآن، بل نحن نبعثهم ليحفظوا بالقرآن العظيم. نعم، حاجة القرآن لنا، لا حاجة للقرآن بنا، نحن من بحاجة لهذا القرآن، نرسل أبناءنا لنجعل القرآن في قلوبهم ليحفظوا بهذا القرآن العظيم. الدور العظيم الذي يمكن أن يقوم به ماس ومعلميه ومعلماته جزاهم الله خيرا جميعا، هؤلاء الذين ثمارهم يانعة ومباركة، الدور العظيم هو أن يحفظ هذا الجيل بالقرآن الكريم. الحفظ ينسى، لكن المحفوظ بالقرآن لا يمكن أن يضيع بإذن الله سبحانه وتعالى. فأسهموا أيها الكرام في سبيل هذه الغاية الكبرى، أن نحفظ جميعا بالقرآن العظيم. لدينا الأخت نسرين حسن 100 دولار، الأخت نسيبة مهدي 100 دولار، الأخت نوال
ونسرين $100 جزاهن الله جميعا كل خير وبارك فيهم جميعا. كل من يعني أرجو أن تعتبروا هذا الدعاء هو لكل من قدم حتى الآن، يعني نكرر الدعاء، الدعاء إن شاء الله يعم الجميع بإذن الله سبحانه وتعالى. الأخت نيفين عطية $100، الأخت هبة عطوان $100، الأخت هدى محمد $100، الأخت هيا جابر $100، الأخت وفاء إبراهيم $100، الأخت يسرى جمعة $100، والأخت جمانة شقبوعة $100، ووعد زلوم $100. لهؤلاء جميعا اللهم بارك لهم في أموالهم وعيالهم وأعمارهم وأزواجهم وزوجاتهم وأولادهم، بارك لهم فيما أعطيتهم وأخلفهم يا مولانا بكل قرش ودولار أضعافا أضعافة يا رب العالمين. أختم حتى الوقت يعني ما يأكلني، فاعلة خير $200 رب اجزها عن ماس كل خير، و$300 من الأخت نجمة أسامة يتكرر الخير. هذه هي مفاتيح الخير أيها الكرام. وإكرام مصلح $100 جزاهم الله خيرا. أظن يعني المقام ربما ما يتسع لأكثر من ذلك، إن شاء الله ما نكون قصرنا ما أحد، من نسيناهم الله لن ينساهم. وتعالوا بنا نفتح هذه الخبيئة، نذكركم بخبيئة الإمام الشاطبي التي بها جعل الله عز وجل البركة فيما خبأ للأمة فكان خيرا وعلما ينشر إلى يوم القيامة إن شاء الله سبحانه وتعالى. أخوات كريمات من هذا المعهد المبارك جمعوا خبيئة وقدموها لماس، فماذا خبوا؟ إحنا قبل شوي وصلنا أخت رباب 7000، تتوقعوا نزيد عن 7 ولا ننقص عن 7 في هذه الخبيئة؟ خلينا نفتح ونشوف. طبعا حتى نفتح عندنا إبراهيم وعمر ومريم قدموا $100 جزاهم الله خيرا، الله يحفظهم، كأنهم شباب صغار يبدو هيك، يا رب يحفظهم يكرمهم ويجعل القرآن الكريم نور عيونهم وصدورهم هم وآبائهم وأمهاتهم، وكذا كل طلابي وطالباتي معهد ماس المبارك. سأختم بهذه الخبيئة، ولعل الأخوات قد خبأوا فيها كنزا عظيما وفتحا مباركا يعني لهذا المعهد المبارك. إن شاء الله يكون مسك الختام، بس ما شاء الله ربطينها ربطة قوية، فيعني طيب يعني حتى ما تضيع. طيب بسم الله، ونختم آخر رقم، ولعله إن شاء الله يكون الرقم الكبير. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. مجموعة السيرة مشروع محمد قدوتنا يقدمون في هذه الليلة المباركة $13,000. تكبير تكبير أيها الكرام، كل من خلف الشاشات كبروا، وضايل 10 دقائق، يا بتلحقوا يا بتلحقوا إن شاء الله. فتعالوا لا نستصغر دولارا ولا 10 ولا 100، فمن لسه ما تشجع من شجعه. هذه مجموعة من مجموعات الخير المباركة، ها هم تآلفوا على الخير ودعموا هذا المعهد المبارك $13,000. من جيوبهم هم جابوها، من أصحابهم إخوانهم أخواتهم، مش مهم، المهم أن الله عز وجل كتب على أيديهم الخير واستخدمهم. فاللهم يا رب العالمين لا تحرمنا أن تستخدمنا لخدمة القرآن العظيم وأهله. جزاكم الله الخيرات. أنا هذا ما في جعبتي، وأعود إلى إخواني لآخر الفقرات المباركة في هذا اللقاء والأمسية المباركة، ولعلنا نعود ونحكي الرقم الختامي الذي حصلته هذه الليلة أو الليلة أو الأمسية المباركة. جزاكم الله الخيرات. إلى الأخت رباب، مشكورة مأجورة إن شاء الله. جزاك الله خير دكتور أسامة، ومن قبله دكتور دقور، حقيقة يعني ارتفعت على آخر المعنويات، فبارك الله بكل من ساهم وبارك الله بكل من أعطى، واللهم أعطي موفقا خلفا. طبعا لن أدخل وأضارب على مواضيع وقصص السيرة وقصص الانفاق في سبيل الله، دعوني أقف وإياكم بالمحطة الأخيرة مع الحافظة سارة وباقة الحافظات من مركز ماس، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله. Now we have our fourth hafila, Minna. السلام عليكم منا. وعليكم السلام. منا, can you tell us what inspired you to memorize the Quran? So I started this program when I was in sixth grade, and I started with some of my closest friends. And when you're at that age, the most thing that motivates you is your friends. So when we started, I knew that every step of the way we were going to have a strong connection, and the more we got closer to Allah, that strengthened our bond even more. And but the most thing that motivated me was that I knew I was going to have the opportunity to allow my parents to wear the crowns on their heads in the hereafter. And that's an opportunity that I would, you know, like, that's such an honor to have.
and that's given to me, not given by me, but by Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. So, Jazakillahu khairan minna. Now we have our last hafila, Makia. Assalamu alaikum, Makia. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Makia, can you tell us how it felt when you finished the very last ayah of your memorization and completed your khatam? Honestly, this was a very difficult question to answer. My journey with the Quran was a long one, but it was something that I really would never trade the world for. I began in the year 2014, and when I first began memorizing, I did not taste this halawa that everybody was talking about. And it was the moment when I was on my last ayah, I was like, yes, I got it. And this was the halawa. When I began memorizing the Quran, my niyyah was very different. I used to memorize and I had the passion for memorizing. I loved memorizing, but I was just memorizing kind of just to finish memorizing, but I never really like felt it until I began reaching reaching the end, and I realized that this is getting real and I'm almost there. And I began to kind of live in the shade of the Quran. I began to make the Quran a guide for me. It guided my life. It taught me so much things. And it was also a dream, but I never thought that I would reach this place. I never thought I was the one that would get here. But alhamdulillah, with Allah's will, I got it. And I tasted that halawa of the Quran. It was definitely a feeling that I could never explain to anybody, because nobody, you have to be present. And I was sad and I was filled with a lot of worry, but at the same time it was happiness. And the sadness and worry was because now I knew I had a journey with the Quran, that I had a big responsibility, and I was responsible for myself and almost for the ummah, because I am a hafiz and I was an example. And I was also sad because this was the last ayah that I would ever memorize. There was no such thing as new hafiz anymore. But alhamdulillah, I'm happy to say that I have completed it, and truly I have now begun a new journey, the journey of revision, and this is a new journey that will begin, inshallah. Jazakillahu khairan, Makia. Now we're going to have the takreem of the hafilat with the principal of the program, Ilham al-DC. Our first hafila, Minna al-Hanouni. Makia Sheikh. Huda Mahmoud. Bushra Al-Karmi. And Salma Kami. Alhamdulillah, despite all of the difficulties of 2020, we were still able to graduate with 5 hafilat of the Quran, and yet the journey continues, inshallah, through the next coming years as we graduate more and more hufad of the Quran that will memorize the Quran and then carry the light of the Quran to the rest of their communities. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah, mashallah. Haqiqa hadhi al-lahadat alati nukharriju fiha hafadatan li kitabillah. لحظات شاعرية وعاطفية وإيمانية عظيمة جدا. إنني أوجه رسالة أولا لكل من يشاهدنا في هذه اللحظات الطيبة المباركة. الرسالة الأولى لهؤلاء الكرام الذين يتابعوننا ويشاهدونا، أمطروا هذه الفتيات الكريمات وأهاليهن، أمطروهن بدعوات صادقة من قلوبكم، أن يحفظهن الله سبحانه وتعالى، وأن يجزي خيرا معلماتهن ومعلميهم جميعا، وأن يجزي الله سبحانه وتعالى خيرا معهد ماس على هذا الغرس وعلى هذا الإثمار المبارك. أمطروهم بدعوات صادقة أيها الكرام، والله إنهم أحوج ما يكون الآن لدعوة صادقة في ظهر الغيب تدعونها. هم لا يسمعونكم، الله يسمعكم، فلا تنسوهم من صالح الدعاء أن يثبتهم الله سبحانه وتعالى وأن ينبت هذا الغرس حتى نراه شجر يانع بإذن الله. رسالة الثانية لهذه الفتيات، هؤلاء الكرام المباركات، رسالتي لكنا أيتها الفاضلات، إن الله عز وجل قد اصطفاكن، ولعله اصطفاكن كما اصطفى مريم البتول. قال الله سبحانه وتعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. لقد اصطفاكم الله سبحانه وتعالى فجعلكم حملة لكتابه. هذا تشريف وتكليف، تشريف في الدنيا وتكليف لكم
بالاستمرار في مسيرة الإقبال على القرآن الكريم علما وفهما وتدبرا، وأيضا أن تعلموا كما علمتم بإذن الله سبحانه وتعالى. فدونكم القرآن بدأتم شبابا صغارا، ولعل الله سبحانه وتعالى يظلكم يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ويكون لكم الوعد بإذن الله عز وجل على ما نشأتم عليه أن تستمروا، وإن شاء الله حتى آخر يوم في حياتكم. الله يبارك فيكم ويبارك في أعماركم، وفقكم في دراستكم وعلمكم، ويجزي آبائكم وأمهاتكم الخير. أنا أدعو الحافظات الآن أن يقبلوا رؤوس آبائهم وأمهاتهم إذا كانوا بجانبهم، ويقولوا لهم جزاكم الله عنا خيرا، فقد أرسلوكم إلى ماس، وهي دعوة لكل الآباء والأمهات أن يسيروا على ما سار عليه هؤلاء الحافظات الكريمات. أختم بأن أذكر الرقم الذي وصل إليه مجموع التبرعات في هذا اليوم المبارك. طبعا هذه حصيلة أيام وأسابيع من الجهود المباركة، جزا الله خيرا كل من أسهم، سواء عبر الواتساب أو الفيسبوك أو باللسان أو بالهاتف أو في هذا البث المباشر، جزا الله خيرا كل من أسهم للوصول إلى هذا المبلغ وهذا الرقم الذي سيعين مسيرة ماس على الاستمرار والتطوير بإذن الله سبحانه وتعالى. الرقم الذي وصلناه هو ما يزيد على 80,000 دولار، ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. كبروا الله وأنتم في بيوتكم، وادعوا الله أن يبارك في هذا المال وأن يوجه نحو خدمة القرآن وأهله. جزاكم الله الخيرات، ونعود لختام فقرات هذا اللقاء المبارك، فالسلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. 80,000، والله نعمة من الله سبحانه وتعالى. هذا معهد القرآن مع العلم أن الأبواب قد أغلقت والنوافذ قد صدت، إلا أن الله سبحانه وتعالى كريم علينا. أخواني أخواتي، مع بدء حملة أو إعلان هذا اللقاء من حوالي أسابيع معدودة، أرسلوا الأخوات المسؤولات عن هذا اللقاء مسابقة حتى الأخوات الأخريات يقدمن الإجابات عليها. على ما أذكر تقدم بالإجابات أكثر حوالي من 150 اسم. طبعا مش الإجابات كلها صحيحة، هناك عدد محدد كان من الإجابات اللي قدمت الصحيح، وإن شاء الله تعالى سنبادر الآن في القرعة بهذه الأسماء الناجحة بإجاباتهن. أذكر أن هناك الجوائز 5، الأولى 100 دولار، والثانية 100 دولار، الثالثة 150 دولار، الرابعة 250 دولار، والجائزة الكبرى إن شاء الله تعالى 500 دولار بإذن الله تعالى. وسيتم الآن القرعة والسحب على هذه الأسماء. الكل مستعد والكل حاطط إيده على قلبه، قصدي على جيبته، مشان يقدم التبرعات. إن شاء الله تعالى حنشوف الاسم الأول اللي ظهر معنا على الشاشة. رانيا مسدي، ما شاء الله الأخت رانيا مسدي، معك 100 دولار، مبارك عليك رانيا مسدي. إذا بتحبي تبرعي فيها للإيفنت هذا عائد لك، تحبي تخليها بجيبتك كمان عائد لك هذا الأمر. نشوف المتسابقة الثانية بإذن الله تعالى، أيضا 100 دولار، يا رب ربح أنا، مع أنه اسمي مش موجود بس ما دخل يعني، الله كريم. الأخت الثانية الرابحة أيضا 100 دولار، لينا نوفل، لينا نوفل الجائزة الثانية 100 دولار، الجائزة الثالثة 150 دولار، 150 دولار، صاحبة الاسم هي سارة الرافع، ما شاء الله سارة 150 دولار، تحبي تحتفظي فيها كلها لإلك، تحبي تتبرعي فيها كلها نصها، الأمر عائد لإلك تماما 100%. الآن الجائزة الرابعة 250 دولارا، يبدأ الدولاب الآن بالتدحرج. يا رب يا رب يا رب، بسم الله بسم الله. الأخت صفاء جابر، ما شاء الله صفاء جابر 250 دولارا، بارك الله لكنا في هذه الجوائز تستحقونها حقيقة. والآن الجائزة الأولى 500 دولار، يا رب يا رب، بسم الله بسم الله. رباب 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 رباب، مش رباب. الأخت 500 دولار، منال عبد ربي، ما شاء الله مبارك عليك، ألف ألف مبروك للجميع، لكل أخوات اللي ظهرت أسماءهن، مبارك لكنا وحظ أوفر بإذن الله تعالى الأخوات اللواتي شاركنا وللأسف ما طلع اسمهن، هذه قسمة ونصيب. والآن
أنا مضيفة هذا اللقاء رباب مهدي رشيد معلمة في ماس. ساعتين من الزمن انقضت حقيقة ومرت على عجالة. سعيدة جدا كنت بمرافقتكم جميعا أخواني وأخواتي. دوري إلى ها هنا، أنا رباب انتهى، والآن لن نقول وداعا، فلنا لقاءات أخرى في الأعوام القادمة بإذن الله تعالى مع قسم الأخوات في ماس، لقاء خيري سنوي. والآن أختم وأترك المساحة والمايك مع الشيخ الفاضل محمد عباس، فليتفضل. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة النبي العدنان، لك الحمد على نعمة القرآن، لك الحمد على نعمة الصحبة الصالحة والخلان. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم لك الحمد أبدا أبدا. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل على نبينا محمد في الآخرين، وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل على نبينا محمد في كل وقت وحين. اللهم احشرنا تحت لوائه، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا يوم القيامة في زمرته. اللهم فرحه بنا يوم أن نلقاه يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، أنزل علينا فيض بركاتك ورحماتك وجودك ومغفرتك في هذه الليلة أجمعين. اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط منفقا خلفا. اللهم بارك في كل من بذل من وقته وجهده وماله وفكره يا رب العالمين، وأعد لهذا اللقاء، وأعد لما هو آت يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أخلف علينا ببركة نجد لها أثرا في ديننا وفي حياتنا وفي أولادنا وفي أرزاقنا وفي أعمارنا وفي أعمالنا وفي نياتنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا اجعلنا ممن كتبت لهم الخيرة، فقلت على لسان نبيك خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم اجعلنا ممن يتعلمون القرآن ويعلمونه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يتعلمون القرآن ويعلمونه يا رب العالمين، وأخلص في ذلك نياتنا وأعمالنا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله شافعا لنا يوم أن نلقاك شاهدا لنا لا شاهدا علينا. خلقنا بأخلاق القرآن، أدبنا بآداب القرآن. اللهم اجعلنا نتمثل بأخلاق القرآن كالنبي العدنان صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم ارفعنا بالقرآن، وأكرمنا بالقرآن، وأنر حياتنا وقبورنا بالقرآن، وبارك لنا في أولادنا وأرزاقنا بالقرآن يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين الذين يقرؤون القرآن فيعلمون ويعملون يا رب العالمين. اجعلنا ممن يقيمون حروفه وحدوده، اللهم اجعلنا ممن يقيمون حروفه وحدوده يا رب العالمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور يا رب العالمين، وتقبل منا واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم. آمين آمين آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الساعة الآن 6:36 بتوقيت شيكاغو. أخواني أخواني، تهبط الآن طائرتنا بالمحطة الأخيرة لهذا اليوم. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع، شاكرين كل من حضر، وشاكرين كل من ساهم، وشاكرين كل من شاهدنا، وشاكرين كل من تبرع لهذا المعهد العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.